وصفني بصفة عطمة لا منيحة أبداً. قمت قلت له شو قصدك؟ لأنه أنور بيك طلب مني مساعدة؟ يعني ما عرفت شو ساوي. أنت ما دخلك حياتي، كل الرجال بيساووا هيك، مغرورين وحقودين، وما في زلمة بيعرف يعمل شي غير ينكد علينا. أكيد هي ما بتقصدك بنوب، عم تحكي عن واحد معين. افتح تمك إذا سمحت. بترجعكي حبيبتي، انتبهي وانتي عم تقعدي على التخت مرة تانية، لأنه الشاب عنده كسرين خطيرين وأربعة عاديين كمان. ما تواخذني. بس بتعرفوا شو أكتر موقف زعجني بالقصة؟ حضرته اتهمني أني أنا وحدة خاينة، مشان هيك أنا ما قبلت أني ضل عنده. لو سمحت يا أستاذ قلي، هلأ هذا شكل وحدة خاينة؟ ها؟ مستحيل، شو هالحكي هاد؟ حياة؟ هلأ أبوكي المزيف مانو رفيقه لصاحب الشركة؟ ليش ما حكيتي له كل شي؟ الزلمة بعت ورانا لحتى يفهم شو صاير، بس أنا وياه ما حكينا. لا، حتى هو حاول أنه يغير لي رأيي، بس أنا ما قبلت. لك المفروض كنتي توافي وترجعي على شغلك، لأنه هي فرصة ما بتتكرر. قلي أنت مو معي حق ازعل واتضايق منها. أحكي شبك ساكت ما تحكي. أنت عن جد عم تحكي أسير؟ أنا لازم كون تقيلة ويكون عندي مبادئ مشان يحترمني أكتر ويخجل من عملته ويعتذر مني. تركينا من المبادئ هلأ، مو كل يوم بيصح لك هيك شغل حياة. انتي ضيعتي فرصة من ايدك. كان فيك ببساطة تخليه يخجل ويعتذر منك قدام. طولي بالك على البنت، ضغطها نازل شوي، حتى لونها مخطوف هلأ. كان تصرفك مزبوط، لا تندمي، انتي عملتي الصح، المهم لا تتنازلي، وبعدين مندبر لك شغل ولا يهمك. أنا مو مشكلتي لاقي شغل، أنا مشكلتي باللي صار وبكلامه لمراد، والله ما رح أنسى ولو شو ما ساوى. قلتي له لو سمحت لا تقول لبابا عن القصة. بس لأمتى يعني؟ رح تنكشف القصة مع الوقت. أنتي لازم تحكي مع سونا فورا. إيه بس هالشغلة أبدا مو سهلة. فيكي تتخيلي موقفها لسونا قدام أبوها؟ يا ترى شو رح يعمل برأيك؟ مو مهم هو شو رح يعمل، الأهم هلا أمي. قولولي شو بدي إلا. ما في داعي تقولي لها شي، بتروحي على الشغل مثل العادة وهي ما رح تعرف. يمكن تجي لعندي على الشركة مثل ما ساويت اليوم مثلا. أمي شو ساوي؟ أمي عم بدق. شو ساوي هلا؟ فكري معي. ما بدي أقول. ما بدي أقول. فدني تركتي شغل بالشركة. اسكتي. شوفي رح تردي، ما في داعي تتهربي، ردي. استني شوي. شلونك بنتي؟ إن شاء الله يكون شغلك منيح. الحمد لله شغلي منيح أمي، والله عنا ضغط كتير، ومو بس هيك واجتماعات وما بعرف امتى اليوم بنخلص. ايه حلو، اشتغلي بنتي اشتغلي، برافو. اسمعي، من ساعة حكيت ابوكي وقال لي طالما رحتي وشفتيها واطمنتي على وضعها يعني ما في داعي تضلي هنيك بقى، وانا كمان ما فيني طول، وبظن ما له لزوم اعدتي بعد اليوم، صح؟ مشان هيك حجزت بالباص لارجع. ولك شو الصوت اللي عندك حياة؟ مين يلي عم يصرخ؟ بس يعني امي انا ما بدي تروحي بهالسرعه، كان بدي اياكي تضلي اكثر شوي، بس طالما بابا بده هيك شو بدنا نساوي؟ تعي يا روح امك انت يا عمري يا روحي. حياتي شايفه هلا رح ارجع وانا مطمنه يا روحي. سمعت رفيقتك شلون مدحت فيكي بالشغل وقالت حكي حلو؟ انا فخوره فيكي عن جد يا روحي، فخوره كتير. انت عم تبالغي امي. لا يا روحي ما عم تبالغ، عم تحكي جد. انت رفعتي راسنا بين الناس، عن جد برافو عليكي حياه. وقت المصممه مدحت فيكي، كنت عم شوف حالي فيكي اكثر فعلا. وهلا اعطيني ايدك لبوسه. الله يرضى عليكي يا اسيل. يا روحي انت ديروا بالكم منيح، لا تعذبوا فادية ها، وخليكن مع بعض. ايه ما بدي وحدة تزعل من الثاني. ممكن نتزعل ونتخانق مع بعض، بس هالشي ما بيستمر ثواني. اخوك انتي تلعي حياتك خاطرك. الله معك، موفقة خالي. الله يحميكم. بدي اياك تسلمي لي على بابا وتبوسي لي يا تير، ماشي؟ تكرم. لا تنسي تقولي له اني بسلم عليه. لك يا حياتي انتي اكيد رح وصل له سلامك، انتي غالية مثل بنتي حياة، نحن بنحبك كثير على فكرة، وكل يلي بحبوا بنتي حياة بنحطهم بعيوننا من جوا. انتو هلا صرتوا مثل اهلا واعز. ايه صح، ورح امن عليها معكم وارجع وانا مرتاحة كمان، ورح اقول له لابوها تعال شوف بنتك شو شاطرة وشلون عايشة باسطنبول ملكة زمانة وكل الناس بتحبها كمان. خاطري يا سلام. ما
مع السلامة. خاطركم. مع السلامة. لا تنسي تكبي المي ها. يلا انت وياها، بكفي وقفي على الباب، ما عنا بنات توقف على الابواب ولا تضحك بنص الشارع بالمره، بوشكن على البيت، روحوا تدوشوا وكلوا لقمه على السريع، وحضروا ثيابكم اللي رح تلبسوها بكره عشان ما تتاخروا الصبح، يلا بسرعه، فوتوا على البيت بسرعه. ها، ما صدقنا مشيت خالتي امينه طلعت لنا الست فاضيه هلا.